تبذل الدولة جهودا متواصلة للوصول للأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء الجمهورية من خلال العديد من الأنشطة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. استهدفت مؤسسة العربي خمسين قرية بمحافظة سوهاج لتوزيع مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا وذلك ضمن أنشطة مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. جهود متواصلة تقوم بها الدولة المصرية للوصول للأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء الجمهورية من خلال العديد من الأنشطة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ضمن أنشطة مؤسسات وجمعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدفت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو تحالف خمس قرية بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج لتوزيع شنط للمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا. في قرية سوهاج. في محافظة بأن ان شاء الله بنوزع مواد غذائية ده بيعتبر من ضمن انشطة التكافل الاجتماعي في مؤسسة العربي احنا شغالين لنا اكتر من خمس سنوات او ست سنوات هنا في الصعيد نص الاولاني بنشتغل في وجه بحري بنوزع مواد غذائية ولحوم ومساعدات اجتماعية وكافة صور التكافل الاجتماعي حيث وصل عدد المستفيدين لثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين أسرة بما يعادل عشرين ألف مواطن بثلاثة عشر مركزا إلى جانب العديد من الأنشطة والمساعدات كتزويج اليتيمات ومساعدة الطلبة من الأسر الأكثر احتياجا وطالبت الاهالي بالمزيد من الانشطه التي تساعد في تخفيف العبء عن كاهلهم. احنا مساعدة بشد وجودكم ونتمنوا لك الزيارة دي تتكرر أنا ما نوصف لك شيء عيالي واللي والناس كلها سعيدة بالشنطة دي القافلة تأتي بهدف التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية على الفئة الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقاً كما تساهم في تخفيف اثار ارتفاع الاسعار والمساهمه في تسهيل اتاحه السلع الاساسيه والمساهمه في خفض معدلات البطاله من خلال خلق فرص عمل في العديد من المشروعات التنمويه وتنظيم برامج تدريبيه للشباب والنساء المعيلات كما تعمل جاهده على اخراج المواطنين الفقراء من دائره الاحتياج الى دائره العمل والانتاج